من العوامل الأساسية لمثل هذه الظواهر السيئة للأسف الشديد. لماذا؟ لأنه التنشئة الدينية الصحيحة من شأنها أن تؤسس لثقافة الاحترام، ثقافة مثلا احترام الكبير، ثقافة أيضا توقير هذه العلاقات الإنسانية، أيضا ثقافة الصلة بين الأرحام، زيارة الأقارب، التهادي، التصاحب، التحاب إلى آخره. ولكن مع ذلك هناك، بغض النظر عن هذا العامل، هناك عوامل أخرى هي حديثة بالنظر إلى ما تحدثه العولمة من تغيرات يومية. قضية مثلا التكنولوجيات الجديدة وما أحدثته من عزلة اجتماعية حتى على مستوى الغرف الداخلية الموجودة في الأسرة. تصوري معي منيرة أنه مثلا قضية الإنترنت أصبحت قضية رهيبة جدا، يمكن الاحتفاظ بكل غرفة تماما. الفضائيات أيضا أصبحت تهيكل علاقاتنا داخل الاجتماعية داخل الأسرة، فما بالك العلاقات الخارجية من وراء الأسرة. الكثير من الدراسات تؤكد أنه الإنترنت وبعض تكنولوجيات الاتصال الحديثة كالهواتف النقالة أيضا أصبحت تؤسس لثقافة جديدة هي ثقافة الانطوائية، بمعنى أنه تجدين أنه في كل فرد داخل الأسرة لديه حاسوب بمفرده أو شاشة تلفزيون بمفرده وأيضا نقال بمفرده، وكأن كل هذه الوسائل التكنولوجية تؤسس إلى الروح الفردية وليس الروح الجماعية كما كان من قبل. إذا ذهبنا سنوات إلى ما قبل سنجد أنه مثلا عند أجدادنا كانت السمراء يعني الأحاديث اليومية والسمر ولكن نعود ونقول أن هذه الآلات التكنولوجية وهذه عولمة المعلومات إذا أردنا القول أو عولمة المعلومات ضرورية جدا ومهمة، ولكن استعمالها هو الخاطئ، لأن إذا ما نظرنا إلى الماضي فلا نجد الماضي متطورا بقدر اليوم، ولا نجد الطفل الذي كان في الماضي 5 سنوات ليس بذكاء الطفل اليوم. إذا الاعتراف واجب، التكنولوجيا واجب، ولكن الاستعمال هو لا أحد يزيد على ذلك. من منيرة بصراحة لا أحد يزيد على ذلك، ولكن هذه التقنيات عندما تخرج أو تنحرف عن استعمالاتها الأصلية التي اكتشفت لأجلها يحدث هذا الخلل. بالتالي نحن نتحدث عن سوء استعمال أو الاستعمال المفرط لهذه التقنيات على حساب الاتصالات الشخصية الداخلية أو الخارجية المتعلقة بالعلاقات القرابية. بالنسبة إلى قطع الرحم، نحن عندما نقطع الرحم من له صلة بصلة الرحم، مثلا مثل زوجة الخال أو زوجة الأخت إذا أو زوجة الأخ، إذا ما كانت مقاطعة بين هؤلاء الأفراد أتعتبر قطعة للرحم؟ رغم أن مثلا هناك تواصل دائم بين الأخ وتواصل دائم مع الخال، ولكن زوجته مرفوضة، تعتبر قطع رحم؟ عندنا في ترتيب القرابات العصابات والعصابات اللي هم الأقارب النسبيين والأخ من أقارب النسبيين والخال، وعندنا بالنسبة لزوجة الأخ وزوجة الخال وإلى آخره هؤلاء بالمصاهرة، هؤلاء علاقات المصاهرة. علاقات المصاهرة تدخل كذلك في العلاقات الودية في علاقات، لأن أبناؤها هم أبناء الأخ هم أبناء الخال، فتعتبر علاقة متعدية إن شئتي، ولكن تقل درجة الحرمة أو تقل درجة الخطورة في الصلة من أن نصل أخ ونصل. إذا كان زوجته لا نتفاهم معها أو لا يكون هناك تفاهم شيء من هذا القبيل، فلا هنا أنا لا أرى أن زوج سبب عدم التفاهم مع زوجة الأخ وزوجة الخال سبب في قطيعة الخال والأخ. ولكن ربما الأخ هنا الذي يتأثر أو الخال الذي هو يتأثر، ولكن هنا لا يعتبر سببا، لأنه إذا كانت الخصومة في هذه بين هؤلاء في هذه الحالة لا يجوز أن يتعدى أن تقطع الخصوم لهؤلاء، يكون رقي المصاهرة، رقي الدين، هذا ورع دين، لازم يكون هناك دين، وإلا لا نعبد الله سبحانه وتعالى على أكمل وجه. نعم سيد الفاضل، إذا تكلمنا عن هل القانون يأخذ بعين الاعتبار أنه يفصل في قضية بين إخوين أو يفصل في قضية بين أسرة وعائلة، أم أنه القانون يأخذ يعني يفصل في قضية على أنها قضية على أساس أنه ملف قضائي، على أنه ملف قضائي عادي؟ في قانون الإجراءات المدنية المستهدف هناك آليات قانونية استحدثت من شأنها أن تقرب كاستحداث الوساطة كحل قبل الفصل في النزاع بحكم قضائي، حيث يعرض على الأطراف تعيين وسيط معين يكون خارج المحكمة
خارج المحكمة يحاول تقريب وجهات نظر ما بين الأطراف. ولما يتوصلوا لاتفاق معين يعرض الاتفاق على المحكمة والذي تقره المحكمة، ليس لها أن ترفض اتفاق ما بين أطراف معينة. هذه الآليات هذا الوسيط تعينه المحكمة؟ تعينه المحكمة. الوسط هنا تساعد على التقريب وتساعد على استبعاد فكرة قطع الأرحام. شبه الصلح أستاذ. وساطة صلح. لكن الوسيط بطبيعة الحال يلتقي بالأطراف وجها لوجه ويعرفهم عليهم الأفكار. كل يدلي بدرويه، ولكن يتوصلوا في النهاية إلى حل يرضي الأطراف. ليس بحكم قضائي، لأن المحكمة راح تحتكم لنصوص قانونية ترضي طرفا أو ربما لا ترضي الطرف الآخر، لكن الوسيط ربما يتوصل الحال يرضي الطرفين، والحكم هذا يعرض على المحكمة التي تفصل فيه بالمصادقة على تقرير الوسيط. نعم، شكرا جزيلا. الدكتورة عقيلة، ماذا نقول في مفتاح العدل؟ والله هناك مفاتيح كثيرة، ولكن أقتصر على قول الله سبحانه وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك عليهم لعنة الله وسوء الدار. هذا اللعنة. قل صلى الله في آية أخرى: وهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. والله سبحانه وتعالى يقرن الشرك به وقطيعة الرحم. وكذلك قاطع الرحم لا يدخل الجنة، قاطع الرحم لا يقبل عمله عندما ترفع الأعمال إلى الله مهما كان طاعته، قاطع الرحم مطرود من رحمة الله وملعون، قاطع الرحم من صفاته الخسران والفسق في نصوص القرآن والسنة، قاطع الرحم لا صلة له بالله عز وجل، لا تنفعه لا صلاته ولا صومه ولا حجه ولا صدقته. وشكرا. شكرا جزيلا. طبعا في نعم نعم ملف ما زال مفتوح القضيه في نقص استحداثات المشرع الجزائري في نقص قضايا الطلاق. هي ايضا باب من ابواب قطع الارحام. باب ليس سبب، يعني يعتبرها كبير جدا، يعني تنافر ما بين اهل الزوج واهل الزوجه وتحميل الاولاد، تحريضهم على كراهيه الاهل المعينين. القاضي شؤون الأسرة في كل جلسة يسعى إلى جلسات الصلح نعم. بين الزوجين، عسى ولعل أن يتوصل إلى اتفاق ما بينهم يرضي الأطراف. نعم، شكرا جزيلا على هذه الإفادة. أشكركم أنتم على هذه المعلومات القيمة. طبعا المفتاح هو واضح. قالت الدكتورة عقلة حسين: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، ونحن لا نرضى الخسارة لمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. أطيب المنى وإلى اللقاء.